السلام عليكم. أدهم شرقاوي، كاتب ومؤلف، لي 20 إصدار صادرة جميعا عن دار كلمات للنشر والتوزيع في الكويت، كما أني كاتب في صحيفة الوطن القطرية منذ العام 2015، أكتب 3 مقالات في الأسبوع. هذه الزيارة الثانية لهذا البلد الجميل، البلد الحبيب، صرح الثقافة والعلم والفنون، وأنا جدا سعيد أني هنا بينكم. دكتور، نبتدي بالسؤال الأول، شنو رأيك بالحراك الثقافي الحالي في الوطن العربي؟ أي نعم، الحراك الثقافي في الوطن العربي يعني يختلف من بلد إلى بلد. أولا هو لأن الحركة الثقافية تتأثر بعدة عوامل، أهمها العامل الأمني مثلا، فالدول مثل سوريا، مثل اليمن، مثل هذه الدول الحراك الثقافي فيها يقل، كون الناس أولا تبحث عن النجاة، بينما مثلا في الدول الآمنة مثل قطر أدام الله أمنها، مثل دول الخليج أدام الله أمنها وعزها، نجد الحركة الثقافية يعني أكثر نضوجا وتطورا. أيضا ترتبط بالعامل الثقافي، يعني لو شوفنا العامل المادي عفوا، مثلا لو أنا أزور معارض مثلا تونس، الجزائر، القدرة الشرائية للناس، الظرف الاقتصادي يمنع من كمية شراء الكتب بالأعداد الكبيرة وهذه الأمور، فأيضا تأثر بموضوع الأمن وموضوع الاقتصاد. فالدول التي فيها أمن وفيها اقتصاد حركة الثقافة فيها أعلى، الدول التي تتأثر بحركة فيها الأمن غير مستتب أو الاقتصاد غير متين وقدرة الناس الشرائية يكون عادة أقل الإقبال على الكتب وعلى المعارض وعلى الحركة الثقافية بشكل عام. بحكم أن أنت كاتب في صحف محلية وكذلك كاتب في خلينا نقول كتب ذات إصدارات ونسخ كبيرة تباع في العالم، إيش من وجهة نظرك شيء يقدر القطاع سواء الخاص أو الحكومي كيف يقدر يخدم الحراك الثقافي في الوطن العربي؟ أيوة نعم، أنا أعتقد إنه القطاع العام هو يعني الدعم الحكومي للحركات الثقافية تكون أجدى من القطاع الخاص، والسبب أن القطاع الخاص ينظر إلى الحركة الأدبية على أنها حركة استثمار. فحتى أنا لو أردت أن أنشئ دار نشر أو حضرتك أو أي شيء، دائما نحن ننظر إلى منفعتنا الفردية، بينما الدعم الحكومي هو دائما بيكون أقوى من القطاع الخاص. أيضا هو يهتم بالمعرفة، المعرفة فقط بحيث ما هي معرفة. لذلك أنا أرى إنه الدولة مثلا الدولة يعني كل الدول الأنظمة السياسية مفترض مثلا إنه تنظم المعارض، مثل ما هنا في عندنا معارض، مفترض إنها تدعم الكتاب الجدد، لأنه يعني عملية الدور يعني تتصرف مع عملية النشر كما قلت لك، لأن قطاع خاص بعقلية اقتصادية. يعني لو جاءت مثلا الدكتورة عندها إصدار أول وهي غير معروفة، ممكن تكون تكتب أدب أجمل مما يكتبه أدهم شرقاوي، لكن الدار جبانة لا تخاطر بكاتب جديد على حساب كاتب قديم، ولو كان المحتوى أجود دكتورة من محتوى أدهم، هي تنظر لموضوع الربح وموضوع الخسارة. فتشجيع طباعة المنتجات الجديدة المتفوقة على حساب وزارة الثقافة وزارة الإعلام، هذا يشجع جدا جدا جدا. وأصعب شيء هو الكتاب الأول، يعني هو أصعب خطوة يخطوها الكاتب هي الخطوة الأولى، هو الكتاب الأول. متى ما جاء الكتاب الأول صارت الأمور بعدها يعني معروفة وسريعة. فأنا أعتقد أنه يعني الدعم الحكومي أجدى بكثير وأنفع وأصدق من الدعم الخاص، كون الدعم الخاص هو مشروع استثماري أكثر منه مشروع إنتاجي. طيب دكتور، حابة أسألك كذلك، كيف شنو رأيك في الحرية الثقافية وكيف نقدر نخليها سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو المجتمعية نقدر نخليها حرية ثقافية ولكن مسؤولة كذلك؟ نعم، هو أنت أجبت على هذا السؤال. أنا لا أرى مفهوم الحق لا ينفصل عن الواجب، والحرية لا تنفصل عن المسؤولية. أساسا الإنسان الذي ليس لديه مسؤوليات هو عبد وليس إنسانا حرا. فالحرية يجب أن تكون نابعة من إحساس الإنسان بالمسؤولية. يعني هذا مجتمع، المجتمع القطري هو جزء من المجتمع العربي ككل، هو جزء من المجتمع الإسلامي ككل. نحن عندنا قيم، منظومة قيم، نحن عندنا عادات، نحن عندنا تقاليد. ما في إنسان يجي يصادم هذا المجتمع، يهاجمه في معتقداته، في قيمه، في عاداته، في تقاليده، في قبليته،
نحترم القيم الموجودة. وأقول أنا أنه أنا رفضت لأن هذا المجتمع مستبد وديكتاتوري ولا يحترم حريتي، لا، بالأساس أنت أسأت للمجتمع قبل أن يسيء المجتمع إليك. فأنا أقول أنه حرية التفكير مصونة، حرية التعبير مصونة، لكن هي لها حدود. أما أنه الإنسان ينال من كل شيء، مثلا يعني حتى الغرب اللي يتغنون بحريته ما عنده حرية مسؤولة، عنده حرية موجهة. يعني شوفي مثلا الصحف تكتب الرسوم، مثلا رسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، بيجي ماكرون بيقول لك أنا هي حرية تعبير، أنا لا أستطيع أن أقربها. لكن نفس الصحيفة لما رسمت ماكرون تشك عليهم وحالهم للتحقيق. فهذه هي أن أنت نل من الآخرين، انتقد معتقداتهم أنت حر، لكن أنت تنال مني، فصارت حرية موجهة. إذا أنا سأسمح لإنسان، أنا سأسمح مثلا للدكتورة أن تهاجم زيد وعمر وأدافع عنها تحت غطاء وقميص الحرية، لكن متى ما هاجمت شخصي أنا سأقمعها، هذه بطلت حرية، هذه حرية موجهة. فأنا أقول أنه حتى المجتمع الغربي الإنسان إذا عاش فيه مفترض أن يراعي قيمه ويراعي عاداته. أنا لا أقول أنه المراعاة يعني أنه أنا أندمج وأنه أنا أسلم كليا، لكن يجب أن يكون هناك نوع من الاحترام ونوع من المسؤولية. لما تتعارض مع النسيج المجتمعي خلينا نقول. طيب دكتور، حابة نتكلم أكثر عن إصداراتك، إذا ممكن تذكر لنا الإصدارات، شنو كان توجه الفكري منها؟ نعم، أنا بفضل الله تعالى لي 20 إصدار الحمد لله رب العالمين. أول إصدار كان حديث الصباح، والإصدار الأخير كان هذا اللي هو على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاباتي تتنوع بين النصوص وبين الروايات، لي عبارة عن ست روايات، والباقي هي كتب نصوص، وفي منها بعض قريب من أنواع التنمية البشرية وهذه الأمور. أصدرتها جميعا من دار كلمات في الكويت. أول كتاب ورقي أصدرته في عام 2010، والآن نحن في 2022 أصدرت هذا الكتاب في أول السنة. شكرا جزيلا دكتور، حياك الله. الله يسعدك. هذا التبادل الفكري المعرفي يكمل مشواره ما بعد المعرض. الله يبارك فيكم، أنا أسعد جدا بلقائكم. حياكم الله. شكرا دكتورة، شكرا أستاذنا.